لعب مباراة في هذا المستوى. من جانب آخر نظن الحاكم احنا ما راناش حكام هنا ما نقدروش نقدروه ونقيموه. الحل الهدف كان فيه اوف سايد يعني باين، نكونوا صراحاء ما راوش يعني نتكلم سيفتيكا جزائري، لا نتكلم سيفتيكا انسان اللي عنده ضمير مهني كمدرب محترف في تحليل هذا هو. طيب من جانب اخر برأي كابتن زكريا، كابتن زكريا في المباراة السابقة عندما فاز الاهلي بهدفين لهدف واحد على الاسماعيلي قلت بان الهدف الثاني للاهلي غير صحيح على الرغم من انك اهلاوي، الان ماذا تقول عن هذا الهدف؟ اقول انه تسلل يعني واضح جدا حتى بعد الريبلاي والخط واضح ان شوقي راجع من الاوفسايد وخط الستة حتى لو يعني مش محتاجين تاكيد حتى كابتن كبير جمال الشريف في تقييمها واضحه يعني ان هو شوقي كان سابق وراجع من الاوفسايد واللحظه اللي لحظه تمرير الكره من شريف عبد الفضيل جه الخط اللي بيقطع بيبين واضح ان هو اوفسايد. لكن هو لازم نفرق ما بين ان احنا قاعدين في الاستوديو بنتفرج على الاعاده مره واثنين وثلاثه واللاعبين في الملعب ما بيتفرجوش على الاعاده، فبالتالي الانفعال ده ممكن يكون منطقي بعد الشيء لانه هو مش شايف اللاعب. لكن انفعال لاعب الاهلي لم يكن من حاله واحده، لا هو انفعال لاعب الاهلي انفعال من اكثر من حاله. لا انا بتفق طبعا انفعال لاعب الاهلي في التوتر اللي كان واضح غير مقبول، مفروض تركيز اللاعبين في الملعب فقط حتى لو الحكم اخطا، واحنا عارفين واللعيبه دي اصحاب خبرات عارفه اخطاء الحكام الافارقه ومستواهم الطبيعي. انما الاتحاد الافريقي اعتقد ان كان المفروض انه يجيب حكم او طائم تحكيم اقوى من كده، لان الحكم حتى اسمه كوكو، يعني المفروض ان هم يعني كانوا يجيبوا اسم تاني غير كوكو يدير لقاء زي ده. انما هو لازم برضو الناس تعرف ان السبب في عدم في الغاء الهدف مش الحكم، هو مساعد الحكم، فمساعد الحكم هو اللي رفع الراية عشان كده حصل توتر للاعيبه النادي الاهلي. انما كان في مبالغه شويه في الانذارات الكتير، لكن انفعالات النادي الاهلي كانت لها تاثير، اللعيبه كان لها تاثير في ادائهم، خصوصا ان الشوط الثاني اداء النادي الاهلي كان افضل من الشوط الاولاني. عبد الكريم لو عدنا الى ما حدث، المشكله الاكبر في تقييمك ما الذي حدث؟ هل كان هناك توجه من لاعبي الاهلي لحكم المساعد للاحتجاج على هذا القرار؟ يعني من يشاهد اللقطه الوهله الاولى يظن بان لاعبي الاهلي كانوا في الطريق الى الاحتفال بهذا الهدف، ثم بدات مشكله كبيره استمرت ست او سبع او حتى ثمان دقائق. والله احنا حاليا رانا في الاستوديو وضروري احنا نحلل مجريات المباراه، اما عن السلوك اللي صدر اثناء المباراه خاصه بعد تسجيل الهدف، احنا ما نعرف النيه تاع اللاعب ولا مشى باش يفرح، اكيد هذا سلوك عادي، ولكن من جانب اخر واذا كان مساعد الحكم مرفع هذا راح يعني هذا انفعال اخر. يعني في كل تقريبا ميادين كره القدم الحكم اكيد ضروري ان يؤمن من طرف مين؟ لا مش فرح قد ما هي اعتراض احتجاج. شوقي هو اللي كان طالع يفرح، لكن لو لاحظت كابتن راح نرجع باللقطه راح تشوف تحرك غير طبيعي لرايه الحكم، هو يبدو ان هناك دفع حكم رايه يبقى اذا كان رفع الراية وتدخل رجال الامن يبدو انه كان لحمايه الحكم. اكيد اكيد ونظن واجب على رجال الامن ان يحميوا الحاكم في اي ملعب، ونظن هذو من قوانين الفيفا. احنا نظن بصفه عامه يعني خاصه الهدف جاء تقريبا في الدقيقه 85 والدقيقه 85 ما كيف يعرف الكل انه يعني حتى بالنسبه للجانب العصبي ولا الجانب الذهني لاعبين يعني التعب لما ينال منهم. معي هذه اللقطه كابتن، انا هو نعتذر عن رداءة الصوره يعني في حاله تقليل السرعه خارج عن اراده الجميع كما يعرف الكل، لكن نلاحظ هنا لاحظ حكم الرايه كابتن رفع، هو هناك من قام بدفع حكم الرايه والحكم المساعد، وسنكمل اللقطه وسنشاهد ان الحكم المساعد اصبح في زاويه الملعب على تقريبا مضمار الجري كما يعرف او كما يعني يسمى الارضيه الترفان. لاحظ الان حكم المساعد في اعلى الشاشه من الجهه اليمنى. انا نظن سلوك كما هذا في مستوى هذا على مباراه هذه من اللاعبين اللي عندهم يعني تجربه المفروض ما يكونش عشان يتقبل هذا داخل في الفير بلاي، نتقبل قرارات في مباراه في غالب وفي مغلوب. المساعد باتجاه تقريبا خلف مرمى ومحمي من الكاميرا مش واضحه الحقيقه اذا كان في تهجم على الحكم او عاده اللعيبه بيروحوا للاعتراض على الحكم او على المساعد، ف
ففي اللعيبه رايحه في اتجاهه، انما اعتقد ان ما حدش وصل له، الكاميرا مش موضحه، اعتقد ما حدش وصل له، لان الاعتراض عاده لعيبه النادي الاهلي هتعترض بالكلام، انما لو تقصد ان في اندفاع، انا اعتقد بان هناك من دفع الحكم انا من خلال اللقطه اللي شاهدتها طبعا. لا هو اعتقاد ده يعني انت بتتوقع. شوف طيب ركز كابتن في اللقطه. لا هو شوف الحكم مساعد. انا ما اقدرش اقول ان حصل تلامس او حصل اعتداء. طيب شوف الحكم، انما مساعد. اللي اقدر اقوله شوف كابتن، شوف الحكم مساعد اكيد تحت في وجه حتى الحكم مساعد تحت خناق يا اخي. والغريب انه بعد اعاده اللعب لم يكن هناك اي بطاقه لا صفراء ولا حتى حمراء. يبقى اذا ما كانش في حاجه، لانه لو في حاجه يبقى المساعد هيبلغ الحكم. او ممكن الحكم المساعد ضاع وما اعرف مين اللي دفع كده. لا ما اعتقدش ان حصل احتكاك، ممكن يكون ذهاب لعيبه النادي الاهلي للاعتراض، انما ما قدروش يوصلوا له بدليل، ان خلاص اعتقد ان الامن اللي لابسين ازرق قدروا ان هو يحتووا لعيبه النادي الاهلي. ولا احتكاك بين وائل وبين ايضا ده احتكاك مع احد الامن، لكن الحقيقه رد فعل طبعا من لعيبه النادي الاهلي في حينه طبعا مش مقبول، ولكن تم احتوائها. يعني لو قلنا المباراه عصيبه فنيه لغايه الكوره دي، يعني ما كانش في اي مشكله خالص لغايه ما الجول جه وما اتحسبش، واعتقد ان دي انا شايف ان ده بيحصل كتير في ملعب الكوره، ممكن يحصل. هو يمكن إنما الإجابة ان في داخل ملعب المباراه لم يكن هناك احتكاك بين لاعبين خالص، رياضيه عاليه جدا جدا جدا. شوف عايز اكد ده، حتى الجمهور كان مثالي في تحيته لبوتريكا في خروجه. فانفعال لعيبه النادي الاهلي لمجرد ان جابوا جول وجول تعادل في الدقيقه 85، رد فعل ممكن يكون هم من وجهة نظرهم مش عارفين اذا كانت تسلل ولا، احنا هنا قاعدين شفنا الاعادة قدرنا نقول انها تسلل، لكن طبعا الموضوع هدي، خصوصا في لعيبة برضو قدروا يحتووا الموقف زي احمد حسن وبركات هدي شوية بعديها، وائل جمعة هدي، وبدأوا حتى الحكم في القرارات وبعد كده بدأوا يسقفوا له ويحيوه ويهدوا، يعني ما حصلش بعد الكرة دي محاولة انفعالية جديدة، خلاص هم عرفوا واقتنعوا واسلموا سلموا ان هو. طيب انت كل حديثك كان كمحلل رياضي، لو سالتك بصراحه كمشجع النادي الاهلي، هل تعتقد بان هذا الحكم كان الاكفى لاداره الاداره بهذا الحجم؟ لا انا قلت لك اسمه كوكو. ينفع يجيبوا كوكو لماتش زي ده؟ لا طبعا في حكام افارقه ممكن يكونوا اقدر، خصوصا ان هم عارفين ان المباراه فيها حساسيه بعض الشيء. طيب انما كان اعتقد الكاف كان لازم يجيب حكم اكفأ من ده. طيب سيبنا من كوكو، خلينا نسمع رايك يا سعد الكريم. شوف محمد، احنا ما لازمش نقزمه ولا نقصره من كفاءه اي واحد. حاكم لعب جمهور، الغلطه او الخطا قادر يصدر من عند اي واحد. ولكن لو نكونوا موضوعيين، لو انا نشوف الصوره تاع جمعه، شوف احمد حسن وائل جمعه في فوارق كبيره، احمد حسن هدأ الامور وكان يعني كليدر حقيقي، جمعه لما انت يجيك يعني رجال امن يقولوا لك يا ودي ادخل، شوف وين سوى الحركات. الجمهور وش 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 يتمنى؟ الجمهور يشوف كره، جماهير تحب كره، ولكن لاعبين ضروري ان يتحملوا مسؤوليتهم في سلوكاتهم. مثلا هنا شوف طب عاود قال ادخل، شوف وش سوى بعد، ادخل دخلوا شوف وش سوى. لا لا في هذا المستوى لا، هذا السلوك يحرض امور اخرى. ضروري انه اللاعبين مهما كان حجمهم، ما نتكلم الا على جمعه، كانوا لاعبين جزائريين، مصريين، مغاربه، توانسه، يعني مهما كانت صفه اللاعبين، ضروري انه اللعاب يقعد لعاب كلامه في الميدان، ما يتصرف ربما بلغه اخرى. من جانب اخر انا نظن يعني نتكلم على كره قدم في 90 دقيقه ما شفناش تجاوزات، وهذا الحاكم سامحني شهاده حق، انا نظن كل تدخلات تاعو كل كرة اللي مدها، لو نعود نشوفوا كل حالات كيفاش الكره تمدت نقدروا نحكموا على هذا الحكم. حاكم اللي نظن حكم بمستواه، ما راهوش اليوم كيخسر الاهلي انه كان في حاكم ضعيف، ما لازمش نكونوا في هذا المستوى. فوز الشبيبه ما سرقت الفوز ده، سجلت هدف وعرفت كيفاش تسير مجريات المباراه، والمباراه مشات 97 دقيقه، لياقه بدنيه عاليه، مميز. احنا لو نفسروا المباراه حاضر واضح، احنا لو نفسروا المباراه نشخصوا الامور كيفاش جرات كيفاش مشات. لا لو الزميل ذكري طبعا ان طيب خلينا نسمع راي كابتن يوسف.